أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ليست مصدراً لخطر انتشار مجاعة في العالم، وأن المسؤولية عن المجاعة المحتملة ملقاة على عاتق العقوبات المفروضة على روسيا ومن فرضها. وفي شأن آخر قال بيسكوف إن أمن الاتحاد الأوروبي لن يتعزز من خلال إنشاء القوات المسلحة الأوروبية. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تقوم تدريجياً بدفع القوات الروسية إلى خارج أراضي بلاده، وطالب زيلينسكي بتجديد العقوبات ضد روسيا إلى الحد الأقصى وفرض حظر على النفط الروسي، مشدداً على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاستخدام العقوبات لمنع النزاعات وليس مجرد الرد عليها. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أنقذ نحو 100 آخرين في الفلبين إثر نشوب حريق في عبارة أجبر الركاب على القفز منها. وقال غفر سواحل في الفلبين إن العبارة كانت تحمل 124 راكبا، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن ناجين. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في بحث. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها في نوفمبر القادم بشرم الشيخ سوف تشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ. وأضاف شكري خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن رؤية مصر في هذا الصدد تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم جراء زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وشح الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا لتصل إلى 113.37 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دولارا لتسجل 111.28 دولار للبرميل.